طبعا نحن في متابعة مستمرة لفعاليات الندوة الدولية تيكاد 8 مباشرة من قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس بحضور عديد الشخصيات الدولية ورؤساء الدول والحكومات، وكذلك 100 رجل أعمال ياباني و100 رجل أعمال تونسي و100 رجل أعمال إفريقي، كلهم من أجل التمكن من فرص الاستثمار وتقديم مشاريعهم إلى هذه القمة الدولية الهامة. معنا أيضا في هذه التغطية المباشرة سيد عبد الباسط غانمي، وهو مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. سي عبد الباسط، طبعا تابعتم كلمات الافتتاح، وهناك تأكيد على أن هناك فرص لابد من استغلالها. ما هي هذه الفرص وفي أي المجالات باستثناء القطاعات التي كنت ذكرتها منذ قليل؟ شكرا سي ناجح على الاستضافة. أنا الحقيقة نحب نأكد البعد الاقتصادي للمؤتمر تيكاد 8، لأن هي تظاهرة بالأساس اقتصادية، وهي فرصة هامة لتونس لأنها تحتضنها تونس وتجمع بالإضافة إلى اليابان البلدان الأفريقية وفي تونس. والأهم شيء هي تظاهرة يتم تقديم فيها المشاريع اللي تبحث عن التمويل، مشاريع اللي هي تندرج في الأولويات على المستوى الدولي في الوقت الراهن، اللي هي الانتقال الطاقي، الاقتصاد الأخضر، الأنشطة من التكنولوجية، الأولويات خاصة اللي تعنى بالإنسان وبالشباب وبدور المرأة في المرحلة القادمة. سرايا اليابانية، وهو مجمع كبير جدا، يحضر معنا مديره العام سيد سرايا شيرو يوسكي. مرحبا بكم سيد سرايا، أهلا وسهلا. Thank you very much. Yes. نعم، أنتم شركة مؤسسة منذ تقريبا 70 سنة، وتشتغل في تونس تقريبا منذ 4 سنوات، وكنتم افتتحتم مشروعا في زيت الزيتون وتحويله، وأيضا في مجال المواد التجميل الطبيعية. بطبيعة الحال هذا المشروع سيساهم في تشغيل 500 شخص على مدى السنوات القادمة إلى حدود سنة 27 و2000. إذن هذه الشراكة بين تونس واليابان، وأنتم تمثلون إحدى أوجهها ووسائلها، كيف تقيمها سيد شيرو يوسكي؟ Yes, thank you very much. First of all, thank you very much for Tunisian government. للحكومة التونسية وللشعب التونسي على احتضان تيكاد 8. وأعتقد أن نلعب دورنا في المجال الاقتصادي، لأنه بإمكانك بناء البنية التحتية والقيام بالبحوث والتطوير، لكن في نهاية المطر فالمؤسسات هي التي تجسد المشاريع، وعلينا أن نقوم بالتنمية المستدامة. وبين تونس واليابان في إطار تيكاد 8 وجدت القنوات، ليس القنوات التونسية فقط بل القنوات التونسية والإفريقية وفي المطاف، فإن المواد التي نحن نقوم بتصنيعها من خلال مواد التجميل عبر زيت الزيتون والزيوت الأساسية، هذا لم يكن متوفرا في الأسواق والبلدان الآسيوية، وبالتالي علينا أن نفتح هذا التبادل بين الجانبين في المستقبل القريب. نعم نعم نعم. شكرا سيد شيرو يوسكي، وأنا أتابع ما تتفضلون بتقديمه من مضامين عبر ترجمة الأستاذ منذر القلعي معنا في المباشر الآن. سؤالي هو، هذه الشركة هل تعتزمون توسيع فروعها في تونس في المستقبل القريب أو حتى المتوسط؟ Our main business also is the healthcare. نشاطنا الأساسي هو الرعاية الصحية.
So we chose a little bit easier entrance to come to Tunisia. But I hope we will develop our business also in the other fields. مشاريعنا في المجالات الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية. نعم، بالنسبة للمجالات الأخرى إضافة إلى الاختصاص الصحي والاختصاص المتعلق بمواد التجميل الطبيعية، أكيد أنكم ستوسعون في المستقبل هذه الأنشطة الاستثمارية في تونس، لكن هل وجدتم اليد العاملة الكفأة التي تساعدكم على هذا التوسع؟ Did you find workers who are skilled? نعم، يعني على مستوى المختصين. We will need a little bit more education. نحن بحاجة إلى مزيد اليد العاملة المدربة، وهذا يتم على الميدان وليس نظريا، وهذا ما علينا أن نقوم به حتى نكون في السوق العالمية. نعم، سيد شيرو يوسكي، هل وجدتم تسهيلات من الحكومة التونسية في إقامة هذا المشروع؟ I think your ambassador, ambassador His Excellency Elumi, سعادة السفير محمد اللومي سفير تونس في طوكيو يساعدنا كثيرا، وتونس تساعدنا وساعدتنا من خلال إيجاد الأراضي في منطقة الفجة، في المنطقة الصناعية بالفجة، ونحن راضون كثيرا بهذه المنطقة الصناعية. نعم، وسؤال، لماذا اخترتم هذين النشاطين، يعني المجال الصحي ومجال مواد التجميل الطبيعية في تونس؟ Yes, because it's easier. سهل. In a way, in healthcare, it takes time to get licenses. في الرعاية الصحية ربما هذا يتطلب تراخيص طويلة والتعامل مع الأطباء وتراخيص من وزارة الصحة، وبدأنا بشكل سريع عكس ما كان منتظرا. نعم، تبقى معنا سيد شيرو يوسكي رئيس مدير عام مجمع سرايا الياباني في هذا النقل المباشر. معي أيضا ضيف مستثمر في مجال دقيق جدا، مجال الأقمار الصناعية ومجال التكنولوجيا. طبعا أي صورة ربما تقدمها تونس إلى الجانب الياباني على مستوى هذه الواجهة التكنولوجية لتونس؟ محمد فريخة رئيس مدير عام مجمع تلنات. بالفعل القمة تيكا 8 هي فرصة لإظهار صورة تونس في العالم التكنولوجي، في عالم الفضاء. تونس البلد المنفتح على إفريقيا وكذلك على العالم المتقدم. كما تعلمون اليابان هي ثالث قوة اقتصادية، وتونس معناها تنجم تلعب دور الجسر بين إفريقيا واليابان. احنا شاركنا على هامش التكات في 8 3 ندوات. الندوة الأولى منظمة من طرف وزارة التكنولوجيا الاتصال ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي على صناعة الفضاء في إفريقيا. كذلك شاركنا في ندوة نظمتها وكالة الفضاء اليابانية حول التعليم والشراكة مع الجامعات لإرساء الكفاءات في عالم الفضاء. واليوم نشارك في ندوة حول الفلاحة والبحث العلمي واستعمالات الفضاء في الميدان الفلاحي. وكانت لنا زيارة لوكالة الفضاء اليابانية في مجمع تلنات، وانبهروا بالكفاءات التونسية. كما تعرفوا اليابان بعثت 120 قمر صناعي، ولكن عندهم 60 سنة من حيث بدأوا في الفضاء. احنا تونس بعثنا قمر صناعي أول، تحدي واحد وهو خطوة أولى، وهم بعثوا 10 رائدات فضاء، 10 رواد فضاء، واحنا ان شاء الله نستعد لبعث اول رائد فضاء تونسية في حدود 2024. تعرف اللي تنات عندها بعد المشروع قمر صناعي تحدي واحد عندها مشروع لكوكبة من الأقمار الصناعية، وكانت لنا محادثات مع الجانب الياباني كيف يمكن التعاون باش يكون المشروع هذا بالشراكة بين اليابان والدول الأفريقية. واليابانيين نجموا يعينونا في زرع الكفاءات في الدول الأفريقية المشوقة تصنيع الأقمار الصناعية فيها بالشراكة مع الدولة التونسية. وكذلك هم عندهم معنا مركبة فضائية، كيف يمكن إرسال الأقمار الصناعية عبر المركبة الفضائية اليابانية. نعم سي محمد، أدعوك وأدعو سي عبد الباسط غانم وأيضا ضيفي السيد سرايا شيرو يوسكي لمتابعة هذا التقرير التلفزيوني حول العلاقات التونسية اليابانية. نتابع معكم مشاهدينا الكرام ثم نعود للحوار.
العلاقات الدبلوماسية بين تونس واليابان انطلقت سنة 56، وتم منذ ذلك الحين رفع تأشيرة عن التونسيين الذين يرغبون بزيارة اليابان، وافتتحت اليابان سفارتها في تونس سنة 69، وبعد 10 سنوات افتتحت سفارة تونس باليابان. أما اللجان المشتركة فقد انطلقت منذ سنة 1985، وتم إمضاء أول عقد تجاري سنة 1960. ولطالما أكدت تونس استعدادها الدائم للانخراط في كل المسارات التي من شأنها تعزيز العلاقات الإفريقية اليابانية وإرساء شراكة متينة وتعاون اقتصادي فعال يساهم في تجسيم آمال دول القارة في التقدم وتحقيق أهدافها التنموية. شاهدنا إذن هذا التقرير وهو من إعداد زميل هشام عمامي. طبعا نعود إلى هذا البث المباشر من مدينة الثقافة، وتشاهدون معي صور المركز الإعلامي بهذه المدينة في توازي مع تواصل أشغال مؤتمر تيكاد الدولي، القمة الدولية للتنمية بين تونس واليابان. سي عبد البسط، مرحبا بك مجددا. إذن ما هي الخارطة العامة للاستثمارات اليابانية الموجودة في تونس؟ هو الحقيقة من شهادة سيد سرايا وقفنا على البعد الأول اللي هو لقمة تيكاد، اللي هو التعاون الثنائي بين تونس واليابان. نعتبره أنه تواجد كبرى الشركات اليابانية في تونس من شأنه أنه يمنح فرصة لتدعيم الاستثمارات اليابانية في تونس، سواء استثمارات 100% يابانية أو في إطار شراكة، وشفنا شهادة متاع سي محمد فريخة في إطار تعاون في المجال الأنشطة الفضائية. بطبيعة الحال هذه يلزم استغلالها أحسن استغلال، كبرى شركات تنشط في قطاعات هامة وذات أولوية بالنسبة لتونس، سواء في قطاع البنية التحتية أو القطاع التكنولوجي أو القطاع الاقتصاد الأخضر أو التكنولوجيا، فهذه فرصة يلزم استغلالها في أحسن. البعد الثاني هو التعاون الثلاثي، يعني بين اليابان وافريقيا عبر تونس، وهذا الحقيقه عنصر هام، واعتقد انه ركيزه هامه بالنسبه لتدعيم الاستثمارات اليابانيه في تونس، لانه تونس ممكن تمنح في اطار تعاون مع اليابان للولوج للسوق الافريقيه اللي هي تعتبر معناها وجهه لكبرى الشركات العالميه. بالنسبه للاجابه على سؤالك فيما يخص الاستثمارات اليابانيه في تونس، انا نحب ناكد اهميه الاستثمارات اليابانيه في تونس. احنا عندنا حوالي 20 شركه يابانيه تنشط في تونس. الحقيقه يمكن العدد ماهوش مهم، لكن نحب ناكد على في قطاعات نوعيه. سي عبد الباسط، بطبيعه الحال نوعيه هذه القطاعات هي تحديدا كهرباء السيارات وغيار هي السيارات، في قطاع مكونات السيارات وفي الصناعات الكهربائيه وبعض الشركات في قطاع النسيج وفي الخدمات. لكن الحقيقه الاهميه انه الشركات هذه ساعه ثم ديمومه في الاستثمارات هذه، بالرغم تعرضها لبعض الصعوبات خاصة ما بعد الثورة، لكن الشركات هذه ما غادرتش تونس، بالعكس معناها تداركت الأمر والآن معناها تقوم بتطوير أنشطتها. وشفنا معناها عديد الشركات سواء سوميتومو اللي منفك معناها تطور في أنشطتها وبإحداث مواطن شغل هامة وخاصة في تنويع أنشطتها، كذلك شركة يازاكي وسيد يازاكي سرايا شفنا أنه تواجدوا في السنوات الأخيرة داب بنشاط صغير خاصة في نابل، الآن هو يدعم الأنشطة متاعه خاصة في الأنشطة مع ذات القيمة المضافة العالية، خاصة الأنشطة البيولوجية فيما يتعلق بزيت الزيتون وإلا مواد التجميل، ويعتزم على توسيع النشاط بتاعه في القطاع الصحي والقطاع البيئة. فيعتقد أنه هذا عامل مهم أنه ممكن يدفع شركات أخرى يابانية. وإحنا بالمناسبة تم تنظيم في إطار التعاون الثنائي بالأمس، تم تنظيم معنا لقاء اقتصادي هام يجمع شركات تونسية وشركات يابانية، 20 شركة من اليابان و20 شركة من تونس، وهذا نظرا للبروتوكول الصحي اللي اشترته الجانب الياباني. نعم. أعود إلى السيد شيرو يوسكي سرايا، ونؤكد أنه مجمع ياباني بطبيعة الحال للاستثمار. سيد سرايا،
بطبيعة الحال وأنت قريب من مناخ الأعمال في اليابان، ما الذي يجعل رجال الأعمال يفكرون في تونس للاستثمار فيها؟ I think first of all, let them know more about Africa and Tunisia. أن يعرفوا الكثير عن تونس وأفريقيا. There are many more potentials. هناك عديد الإمكانات المتاحة، لكن لا يعرفونها ولا يعرفون الأوضاع في تونس وفي أفريقيا. إضافة إلى ذلك، في السابق كانت هناك عديد المؤسسات التي أتت إلى تونس في إطار سلسلة القيمة كتركيب قطاع الغيار للسيارات في تونس وفي أوروبا، والآن بدأت هذه المؤسسات تتجه نحو البلدان الإفريقية والاستثمار في البنية التحتية وفي منتجات الصحية في أفريقيا، وليس الاستثمار في سلسلة القيمة لفائدة الدول المتقدمة. وأعتقد أن عندما عدت رأيت أنه علينا أن نعلمهم بالفرص المتاحة في القارة الإفريقية. نعم، وخاصة في تونس بطبيعة الحال، القارة الإفريقية شاسعة واسعة بمواردها البشرية. أكيد أنك عندما تعود إلى اليابان سيد سرايا ستخبر اليابانيين عن مجالات الاستثمار في تونس. دعني أسألك سؤال عن اليابان الآن، ونحن قدمنا تقرير منذ قليل على التعاون التونسي الياباني. يعني ما هو سر هذه المعجزة اليابانية الآن واليابان ثالث قوة اقتصادية دولية؟ I think we are also shifting to the sustainable economy. أننا بدأنا ننتقل إلى الاقتصاد المستدام والتحديات المستدامة. على سبيل المثال، لقد التقيت بشخص في حفل استقبال ليلة الأمس، والمؤسسة اسمها تشومون ميسيك، وهي مؤسسة نقل كبيرة، وهي مصرة على تغيير الوقود من الوقود الأحفوري إلى طاقات متجددة، وهي ستغير الوقود في أسطوليا، وهي بحاجة إلى الطاقة المتجددة، وهذا يتطلب بعض الوقت، ونحن بحاجة إلى رؤية مستقبلية، وهذا ممكن ويمكن أن نقدم الدعم إلى تونس في هذا المجال، وهذه فرصة يمكن أن نفكر فيها. نعم، أنت تحدثت عن شيء ما يتعلق ربما بالانتقال إلى الاستثمار في مجالات دقيقة جدا. هو يعني أنا أردت القول من خلال هذا السؤال، الثقافة اليابانية في مجال الاستثمار، في مجال نمط العيش، في مجال التواصل مع الآخر، هي أكيد ثقافة متطورة وجعلت اليابان يبهر العالم. يعني كيف تنظرون ربما إلى هذه الميزات اليابانية التي ساعدت اليابان على التموقع دوليا؟ أن اليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية أصبحنا بلدا ديمقراطيا وتخلصنا من الجيش، وهذا هو الفرق. وأعتقد أننا نتخاصم نفس القيم مع تونس، فنحن نحترم الديمقراطية والتعليم والتربية، وهذه هما القيمتين التي يمكن أن ننطلق بها في تونس. نعم، هذا هو. سعود باس، تفضل. هذا المجال للتعاون التونسي الياباني ونحن في هذا الإطار تقريبا. تعرضت أنه الحقيقة، وسيد سرايا ذكر أنه ثم مشكلة اللي هي غياب المعلومة، معناها الشركات اليابانية اللي استثمروا لنا هم اللي تحصلوا على المعلومة، واللي قد لكن ثم عديد الشركات الأخرى ما عندهمش المعلومة، وهذا يتطلب منا مجهود إضافي لتعريف بالفرص الاستثمارية اللي موجودة في تونس، وهذا في إطار شراكة ما بين القطاع العام والخاص. معنا دورنا هو أنه نحثوا الشركات اليابانية. العنصر الثاني هو أهمية معنا الاستثمارات اليابانية في تونس. أذكرها مسيو سرايا أنه ممكن الشركات اليابانية تشتغل مع الشركات التونسية نحو السوق الأفريقية، وذكر كذلك المجال اللي هو الانتقال الطاقي،
أنه ثم ضرورة الآن بطبيعة الحال نعرفوا الأزمة الآن متعلقة بالطاقة، تحول شركات اليابانية من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، وخاصة ثم طلب كبير على الهيدروجين الأخضر، وهذا اللي يحب يذكره السيد سرايا. نعم، وإذا كان عندكم سؤال للسيد سرايا أن يمكن أن ننقله، لأنه زملاء المهندسين والتقنيين في الصوت أعدونا كل المجالات للربط مع ضيفنا الياباني. تفضل سي محمد الفريخ. حبيت نعرج على سؤالك، لماذا اليابان هي معجزة اقتصادية؟ كما تعرف معنا بين اليابان وتونس ثم العديد أوجه الشبه، يعني دولتين عندهم 2500 سنة حضارة، اليابان وتونس. كذلك من ناحية المساحة، لما نقارن اليابان لآسيا ولا تونس لأفريقيا، نفس المساحة هما بلدان صغار. وكعلاش اليابان حبت تستثمر في تونس منذ الاستقلال نحو أفريقيا؟ الفرق هو أن في اليابان استثمروا في العلم، وإحنا كذلك استثمرنا في العلم. الشعب الياباني عنده خاصية كبيرة وهي الحزم والعمل. إحنا الحقيقة بعد الاستقلال كانت عنا الحزم والعمل، ولكن بعد نقصت بالوقت. يظهر لي إذا نحبوا نوصلوا للنتائج اللي وصلت لها اليابان، يلزم نرجعوا للقيم العمل، وهذا ممكن لأن من ناحية العلم والتكنولوجيا ظهرنا التوانسة كفاءات كبرى سواء في تونس سواء في الخارج. وأنا قلت في الندوة اللي تونس نجم تكون يابان بالنسبة لأفريقيا، وإن شاء الله معناها بالعمل وبالشراكة مع اليابان نجم نوصل للعديد من المشاريع المهمة في إفريقيا. نعم، سيد شيرو يوسكي سرايا، تعرف أن تونس أطلقت قمرا صناعيا في السنة الماضية بطبيعة الحال. وهي شركة مصنعة مختصة في هذا المجال. رأيكم في هذا الحدث التونسي إن صح التعبير؟ I think this is very important. هذا الحدث مهم جدا. وربما عليكم أن تقترحوا على الاتحاد الأفريقي أن يستخدم الأقمار الصناعية في الزراعة وليس للأغراض العسكرية، لتقاسم هذه الأقمار الصناعية بين البلدان الأفريقية، وأنتم بحاجة إلى هذه المشاريع. بإمكانكم إطلاق الأقمار الصناعية لخدمة الإنسان واستخدامها في النظم الإعلامية عبر الأقمار الصناعية. نعم، وهذا الساتلايت هو مختص في إنترنت الأشياء بدرجة أولى طبعا، وفيه خدمة لأغراض التنمية. سؤالي قبل أن أفسح لكم المجال للمغادرة، سيد شيرو يوسكي مدير عام مجمع سرايا الياباني، طبعا ما هي انتظاراتكم في الفترة القادمة أنتم كمستثمر ياباني في تونس من أجل توسيع الأنشطة، من أجل الانتداب لأشخاص تونسيين مختصين في ما تقوم به من أعمال، وأيضا في مجال توسيع هذا المشروع؟ Yeah, I said the normal concept. أن المفهوم التقليدي نفكر في الصحراء وجنوب الصحراء، فأن هناك بلدان، لكن نعرف أن من وجهة نظر تونس فهي تونس مرتبطة بالصحراء وجنوب الصحراء، وبالتالي هذه مسألة هامة ومفهوم هام، وهذا يمكن أن يكون منطقة عبور جيدة بين شمال القارة وجنوب القارة لتقديم الخدمات. نعم، وتيسيرها. هناك روميسان الذي يمكن أن يساعد أيضا في الانتقال الطاقي، وتقوم بعديد الخدمات لانتقاء أفضل المشاريع، وهي تساعدنا كثيرا. سأحدثهم عن مثل هذه الخدمات التي يمكن أن نقدمها اليابان. شكرا جزيلا سيد سرايا شيرو يوسكي، رئيس مدير عام مجمع سرايا الياباني، على حضوركم معنا وتشريفنا في هذا البلاتو الخاص.
نحب نرجع للتظاهرة اللي تم تنظيمها في بالأمس اللي هي تعنى بالتعاون التونسي الياباني، وتم خلالها تقديم معناها فرص الاستثمار المتاحة في تونس، وكذلك شهادات لشركات يابانية موجودة في تونس اللي هي من شأنها باش تحث شركات أخرى للاستثمار. العنصر الثاني هو يلزم تقديم المعلومة، لكن يلزم طمأنة خاصة رجال الأعمال اليابانيين لأن احنا نعتزم تحسين مناخ الأعمال، لأنه هذا طلب الحقيقة من طرف كل المستثمرين سواء المحليين وإلا الأجانب، وحتى الجانب الياباني أكد عليه من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وخاصة رقمنة المسار الاستثمار. وهذا الحقيقة ثم معناها مجهودات الآن تقوم بها عديد المؤسسات وخاصة على مستوى تشبيك الإدارة لتمكين وتحسيس خاصة مختلف المتدخلين لمزيد تسهيل الاستثمار. ثم عنصر أخير نحب نأكد عليه اللي هو خلال التظاهرة هذه تم إعداد معناها المشاريع اللي باش يتم تقديمها للجانب الياباني في من خلال كتيب فيه 47 مشروع في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الياباني، وفي إطار تعاون ثلاثي اليابان أفريقيا وتونس. هذه تعنى خاصة بتحسين البنية التحتية بالقطاع الصحي بالأنشطة الفضائية بالطاقات المتجددة والتكوين، وتقريبا كلها مواضيع ذات اهتمام من الجانب الياباني، وخاصة تونس تحظى بمكانة متميزة لتكون بوابة نحو أفريقيا. نعم، هناك ربما مسألة طرحت بقوة سي عبد الباسط غانمي، مسألة التراخيص ومسألة الإجراءات الإدارية التي نوعا ما تعقد مهمة المستثمرين الأجانب. ماذا قامت به، ما الذي قامت به الحكومة التونسية من أجل تذليل هذه العقبات منذ إقرار قانون الاستثمار بطبيعة الحال؟ هو الحقيقة موضوع تحسين مناخ الأعمال وخاصة تبسيط الإجراءات وفتح السوق للاستثمار وتحرير المبادرة الخاصة، هذا كانوا تقريبا عناوين السنة هذه، وفي إطار تشاركي نحب نذكر أنه في إطار تشاركي بمشاركة القطاع الخاص عبر ممثليه. الحقيقة ثم عديد الإجراءات تم معناها سنها، ولكن العديد الإجراءات الأخرى باش يتم الإعلان عليها من هنا لآخر السنة. بطبيعة الحال ما نجمش نحكي على استثمار أجنبي ولا حتى استثمار محلي إذا كان مناخ الأعمال ما يتمش تنقيته وما يتمش تحسينه، وخاصة مسألة تبسيط الإجراءات نحب نأكد عليها. هذه الحقيقة يلزم معناها رفع كل القيود وخاصة من خلال رقمنة الإجراءات هذه باش تحل البيروقراطية وباش تسهل كل العمليات، يلزم رقمنة الخدمات هذه. وثم تجارب لبلدان أخرى معناها قامت بالمسار هذا سواء بلدان معناها متقدمة ولا بلدان مشابهة لتونس، فيلزم الحقيقة هناك معناها وعي تام على مستوى كافة المتدخلين لمجابهة الإشكالية هذه ودفع الاستثمار هذا، وخاصة رفع كذلك التراخيص. شفنا أنه معناها بالنسبة لقانون الاستثمار هو يرفع معناها يعلن أنه الاستثمار حر بالنسبة للمستثمر الأجنبي، لكن على مستوى الممارسة هناك العديد الأنشطة تخضع لتراخيص وإلا لكراس الشروط، وإحنا نادينا ومع كافة المتدخلين أنه يلزم تحرير النشاط الاقتصادي بصفة كاملة وسن قائمة سلبية إن ليست نيجاتيف للأنشطة اللي هي معناها ممكن تخضع لبعض التراخيص، وهذه تكون معناها قائمة صغيرة مصغرة ومن شأنها باش تدفع حتى تدفع المبادرة الخاصة التونسية خاصة من طرف الشباب وإلا الفاعلين الاقتصاديين معناها رجال الأعمال التونسيين في إطار مهام أعمالهم هما ولا في إطار الشراكة. سي محمد حكى على العلاقات الآن مع الجانب الياباني، فمن المؤكد ومن المتطلبات هو أنه تكون معناها الإجراءات تكون سلسة باش هو ينجم معناها ينجز المشاريع هذه في أفضل الظروف. نعم، هذا مهم جدا. أنت قلت يلزم الاشتغال، فعلا يفترض أن تكون هذه القمة هي محطة أخرى من أجل التسريع، نقول التسريع في إقرار قوانين أكثر ليونة على المستوى الإداري وعلى مستوى التراخيص حتى تنجح المشاريع التي سيتم اعتمادها في هذه القمة. سي عبد الباسط يعطيك الصحة، شكرا لك، شرفتنا بالحضور.